السؤال الثاني مكان، شو يقول لي؟ A four pool. زين. Four pool. اوكي نسجل. P يساوي لي 4. هذا الاشي كذا يروش. ابني ركز. هاي. Four pool وينه؟ Four pool three phase induction motor. اوكي. Operates a supply whose frequency is 50 هرتز. نكتب تردد. شكيت. F يساوي لي 50 هرتز. زين بعد calculate the speed at which the magnetic field of the stator is rotating. ركزوا the speed at which the magnetic field of the stator is rotating يعني يا سرعة ال ns لو ال ns مال الستيتر هو اللي يقول لي احسب لي السرعة اللي الفيض المغناطيسي مال الستيتر دي يدور يعني يحسب لي سرعة مال دوران مال الفيض المغناطيسي مال هذا الستيتر يعني يا هي يعني الان الاس الان سكرونوس اوكي خلينا نحسب له المطلب ما عندنا المطلب اللي وراه يريد شنو ان اس شنو قانون الان اس يساوي لي 120 اف على بي زين 120 الاف في 50 والبي على 4 ايش قد راح يطلع لي 1500 ار بي ام نتاكد 120 في 5 لا في 50 تقسيم 4 1500 زين نكمل مطلب ثاني the speed of the rotor زين the speed of the rotor يعني اه هي يعني ال n زين when the slip is 0.04 يا باش دي يقول لي احسب لي ال n عندما ال s يساوي لي 0.04 زين شنو العلاقة اللي تربط بين ال n وال s هاي العلاقة s يساوي لي n s ناقص n على n s اوكي صح لو لا نعمل حضبة في مية لان هو طانع في 0.04 زين دقيقة ارفع الفيديو نكمل انا شو اريد ال n اوكي وسطين طرفين n راح يساوي لي شنو n ناقص n n S ناقص N يساوي لي S N S أوكي هذا راح أودي منه هذا برجي منه N راح يساوي لي N S نا ودو دو دو S N S أوكي عامل مشترك N راح يساوي لي N S واحد ناقص S أوكي زين الآن أنا أريده الآن أنا مستخرجه من المطلب الأول إيش قيد 1500 واحد ينزل ناقصا الاس ايش قد يقول لي 0.04 0.04 ايش قد راح يساوي لي واحد ناقص 0.04 يساوي لي في 1500 يساوي لي 1440 اذا الان اللي هي سرعه الروتور 1440 شوف الفرق بين 1500 1440 فرق قليل ايش قد 4% 4% مال اللي ماني قلت من 0.1 الى 3% بالسؤال الاول بس هو قال لي هيك فعادي هذا السؤال بعد بكيفه المهم نكمل المطلب اللي وراه the frequency of the rotor current when the slip is 0.03 زين شو يريد يريد الروتر كرنت يا بخلوا بالكم همين راح اقول شيء مفروض احنا فاهمين من الشرح اكو عندي نوعين من التردد عندي تردد مال تيار الروتور وعندي تردد مال سبلاي اوكي تردد مال تيار الروتر والتردد مال سبلاي اللي دي يوصل للستيتر زين راح اطلع لكم قانون بس عمود شوفوا انا هذا الاف يساوي لي هيات هذا من هذا القانون ايش اقدر اسوي هنا وسطين طرفين اف يساوي لي ان اس بي على 120 كيو شوت اي هذا الاف هذا يا تردد هذا تردد اللي يروح للستيتر بس اذا اريد التردد مال ايش قايل التيار مال روتر دي يقول لي اريد تردد مال تيار الروتر اللي هو هذا اشتقاقه وين وين F داش F داش اللي هو شنو التردد مال تيار الروتر يساوي لي ناقص N في مضروب في P على 120
اوكي طبعا هذا هنا بس دي يسوي اشتقاق، خليني اراويكم شلون وين هو. والقانون اللي قبله شنو اف شو يساوي لي ان اس بي على شنو على 120 صح؟ الان اس شنو قانونها من خلال هذا الشيء؟ اذا اريد استخرج قانون الان اس من خلال هاي العلاقه. لا سوري خلعت خلعت، شوفوا انا مو قلت اكو عندي اثنين ترددين، تردد مال ستيتر وتردد مال تيار مال روتر. اوكي زين، هذا الاف يساوي لي ان اس بي على 120، هذا يا تردد، هذا تردد مال ستيتر، ليش؟ لان خليت ان اس. زين اذا كتبت اف، هذا مال الكمبي، اف يساوي لي ان بي على 120، هذا يا تردد، هذا ما تردد مال تيار الستيتر، ليش؟ لان كتبت ان. اوكي زين، هنا هو دي يقول لي هنا داش طب، يقول لي السرعه النسبيه بين الروتيتنج فلاكس يعني دوران هذا مال الفيض والروتر هي ان اس ناقص ان. اوكي فاف داش اللي انا اريده ايش راح يساوي لي؟ ان اس ناقص ان بي على 120. اوكي لان الروتر دي يدور بسرعه نسبيه نسبه للفيض اللي هذا دي يحركه اللي يولده اللي هو جايمين من الستيتر. زين هسه انا بس دا اسوي مجرد اشتقاق، الان اس ناقص ان شنو علاقته؟ اقدر اجيبه منه هنا، دا اسوي وسطين طرفين شو حيساوي لي؟ لا اكتبه هنا جوا، هذا انضرب بهذا فيساوي لي اس ان اس يساوي لي ان اس ناقص ان، فراح استبدل هذا الجزء اللي هو هذا الجزء راح استبدله بالاس ان اس، فاذا اف داش خلي الداش لان هاي التردد مال الروتر اللي انا اريده، اس ان اس بي على 120. اوكي زين نكمل. هسه هذا الجزء بدون الاس ان اس بي على 120 هو شنو هو؟ ان اس بي على 120 هذا وين شفناه؟ هو نفسه هذا ان اس بي على 120 اللي هو شنو؟ يا تردد، تردد مال ستيتر. فاذا اف داش هذا كله تردد الاف العاديه، اف داش يساوي لي اس اف. طبعا انا عندي شي تراس اقول لكم يا بالترددات يدون حسب التردد مال روتر، بس طبق هذا قانون اف داش اللي هو تردد مال روتر يساوي لي اس اللي هو السليب في التردد اللي هو يعطينيها، بس اقول لكم من اجى. فاذا هذا الجزء كله استبدلته باف اللي هو التردد اللي يصير من السبلاي مالتي على الستيتر، اف داش هو التردد التيار على الروتر. فاذا هسه هو شو يريد؟ يريد الاف داش صح؟ زين اذا اف داش راح يساوي لي ايش دا يقول لي هو هنا؟ احسب لي التردد مال الروتر عندما يكون السليب 0.03، فاذا الاف داش راح يساوي لي السليب ايش قد قيمته؟ 0.03 في التردد الاف اللي هو ما جاي لي من السبلاي ايش قد قيمته؟ 50 هرتز في 50. شوفوا التطبيق ايش قد سهل، بس قوانين وطبقوا ماكو اي افكار. 0.03 في 50 ايش قد راح يساوي لي؟ 1.5 1.5. اوكي هذا شنو هذا 1.5؟ هذا راوند بير سكند، لان هاني هذا القانون ال ان اس بي على 120 هذا دائما يقيس السرعه بحس شو اسمه قولوا وياي راوند بير سكند، اقصد ريفولوشن بير سكند يعني الدوره بالثانيه. اوكي فلما اطبق هذا القانون في باعتبار اني خليت السرعه الدوره في الثانيه، فالترددات هنا راح تطلع لي نسبه الى السرعه في الدوره في الثانيه، فهذا التردد اللي هو 1.5 هرتز هذا طلع لي نسبة إلى الدورة في الثانية. إذا أريد أحول التردد هذا نسبة إلى الدورة في الدقيقة، ثانية دا أحوله إلى شنو؟ دقيقة. هذا القانون أضربه في 60. سوري ما شفتو. في 60. أوكي. قد راح يصير؟ إن إس بي على 2. هو بالحقيقة مو هذا القانون، اضرب هاي الواحد ونص في 60. هسه ممكن تقولون انا دا احول من ثانية الى دقيقة، من صغير الى كبير. شلون ضربته في 60؟ اول شيء خل اضربه في 60 قد راح يطلع لي 90 هرتز. اوكي؟ بالنسبة الى ليش ضربته في 60؟ خلينا نوقف هسه حاليا. خلينا نكمل المطلب. فانتوا هسه حاليا الاف داش ضربوا الاس في الاف راح يطلع لي 1.5، ها هي ما يحتاج يعني اذا راد راوند بير مينت اضربوه في 60. هسه نعرف بنات الفيديو ليش ضربته في 60. زين المطلب الاخير ذا فريكونسي اوف ذا روتر
current at standstill. هذا standstill عبارة مفروض احنا نعرفها من الشرح. شنو standstill؟ الستاندستيل اللي هو هستوى الماتور دا يشتغل، السليب بيناتهم يكون واحد، يعني سرعة الان الروتر هي صفر. في حالة الستاندستيل الان سرعته تكون صفر، الروتر ماته يعني بعد ما يفتر سرعته صفر. اذا الان صفر الاس شا يساوي لي ان اس ناقص ان على ان اس، زين هذا صفر يعني راح ان اس على ان اس واحد، فاذا الاس يساوي لي واحد. فاذا في حالة الستاندستيل السليب ماتي يكون واحد، فاذا الاف داش راح يساوي لي اس في اف، واللي يؤدي لي الى الاس وش قد قيمته واحد في الاف اللي هو 50، فاذا نفسه طلع لي 50. اوكي بالستاندستيل هاي المفروض احنا نعرفها من الشرح. زين هسه خلينا نجي ليش ضربت فيزيتين لهنا، يعني قصدي ليش ضربت فيزيتين ليش ما قسمتها على 60. هسه هنا هو الفيديو انتهى، بس هاي اذا معلومة لكم يعني ليش دا اضربها في 60. القانون التردد هو مو يساوي لي هو هذا القانون اللي ان اس يساوي لي 120 اف على بي، وسطين طرفين الاف شح يساوي لي ان اس نون اس بي على 120. اوكي هذا قانون منجة. شوفوا المجال، المجال المغناطيسي لما يكون لي دورة واحدة في بي على 2 cycle of current، يعني شلون؟ يعني هذا المجال المغناطيسي اللي متولد من الستيتر هذا مو يدور بدورات، زين هذا يكمل لي يقطع لي دورة واحدة كاملة في بي على 2 من دورات التيار اللي يمر بي. زين اذا اف يساوي لي بي على 2، هذا البي على 2 هو سايكلز اوف كورنت بير سكند. اوكي واللي يسموها ايش اسمه السايكلز بير سوري سايكلز اوف كورنت بير سكند، دورات التيار بالثاني. زين مضروب في شنو؟ ريفولوشن اوف فيلد بير سكند، يعني اقصد مضروب في السرعه اللي هاي اللي هي مال المجال المغناطيسي بالثانيه. اوكي مضروب في الان اس، يعني اقصد اللي هاي هي سرعه الدوران مال المجال المغناطيسي في الثانيه. الان اس هي دائما تنقاس بالدقيقه، فاني سويت قسمتها على 60 عمود. ليش؟ لان هي شنو الان اس؟ ان اس هي ريفولوشن على مينت. اوكي يعني الان اس يساوي لي ريفولوشن على مينت، يعني هسه هاي المينت اريد احولها سكند، اذا ان اس يساوي لي ريفولوشن هاي المينت ايش راح اضربها؟ اضربها في 60 فتصير لي سكند، فباعتبار قسمتها على 60 فصارت لي هلقي فيها هالشكل. فاذا ان اس على 60 اف راح يطلع لي بي ان اس على شنو؟ على 120 اللي هو هذا القانون الفوق. زين فهنا لما نطبق هذا القانون راح يطلع لي التردد بالثانية نسبة الى سرعة بالثانية، ليش؟ لان قسمتها على 60. فساني ايش سويت؟ قسمتها على 60، ليش؟ لان هذا لان اس هو ريفولوشن على منت، يعني الوحدة مالته بالزمن هي صار بالمقام، فاني اذا اريد هاي فاضربها باعتبار فباعتبار قسمت على 60. فهذا القانون لما نطبقه راح يطلع لي تردد نسبة الى سكند، فراح يطلع لي قيمة معينة، فخلينا نقول مثلا 50، هذا شنو؟ بالثانية. اذا اريده بالدقيقة شو اسوي؟ هذا القانون باعتبار راح اضربه في 60، يعني باعتبار هاي ال 60 قسمتها راح اشيلها، فاضربها في 60 ارجع الى منت. فلهذا السبب هنا الحل اللي هو طلع هنا 1.5، ضربته في 60 رجعته للمنت طلع لي شقد؟ 90. فتغضوا قاعدة لما نريد ال F داش هو يساوي لي S في F راح يطلع لي قيمة، هاي القيمة هي دائما وابدا، يعني هذا القانون MP على 120 لما نطبقه هذا دائما وابدا طالع لي بالسكند. اريد احوله الى شو اسمه؟ منت، اضربه في 60 ارجعه،
لان هو هذا او من اول من قاع خلينا نقول متقسم على 60، فانا شو اسوي؟ اضربه في 60 ارجع الى مينت، لان هذا اصله مينت بس انا قسمته بالقانون على 60 تحول الى سكند. هذا هو السؤال الثاني. ودعم.